بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ينبغي على المؤمن الصائم أن يتأمل بمفردات خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن هذه المفردات أنه صلى الله عليه وآله قال: من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. إذن بالقليل يمكن الإنسان أن يجعل له وقاية من نار جهنم، ألا وهو بإفطار الصائم. وروي أن سدير دخل على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا سدير، هل تدري أي الليالي هذه؟ فقال: فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان. فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقبات من ولد إسماعيل؟ فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذلك. فما زال عليه السلام، يعني الإمام الباقر عليه السلام، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة. في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه. فقال له الإمام سلام الله عليه: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال: بلى، 10. فقال عليه السلام: فذلك الذي أردت يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فطر صائما حتى تحظى بهذا الأجر بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.